مرحبا أيها المنطقيون، النهاردة هنعرض واحد من أصعب الألغاز اللي بيتم تقديمها في المقابلات الشخصية. عندنا فيلا بيعيش فيها 65 شيطان وشخص واحد نايم للأبد ما بيصحاش أبدا. ممكن أي شيطان من 65 دول يأكل الشخص اللي نايم، بس النتيجة إنه هينام مكان الشخص ده للأبد. وممكن يجي أي شيطان تاني من 64 المتبقيين ويأكله وينام مكانه للأبد، وممكن يجي أي شيطان تاني ويأكله، وهكذا. جميع الشياطين دول أذكياء جدا ومنطقيين وجعانين جدا، فكل شيطان منهم عايز يأكل أي حاجة سواء شخص أو شيطان تاني، بس في نفس الوقت عايز يضمن حياته للأبد سواء كان صاحي أو نايم للأبد. السؤال هو، ماذا سيحدث في هذه الفيلا؟ ممكن توقف اللغز في اللحظة دي وتفكر بطريقة منطقية وترجع تشوف الحل بعد قليل. طبعا ما ينفعش تفكر مرة واحدة على الرقم 65، لأن ده رقم كبير جدا وممكن ما توصلش لأي حل صحيح. لكن الطريقة الصحيحة لحل أي نوع من الألغاز المنطقية المشابهة للغز ده هو إنك أنت تفكر باستخدام أرقام صغيرة، تفكر في حل اللغز على أرقام صغيرة، بعد كده تبدأ إنك أنت توصل لقاعدة عامة، بعد كده تحل اللغز على الرقم الكبير. ما تنساش طبعا إن القاعدة الأساسية اللي عندنا إن كل الشياطين جعانين جدا، فأي شيطان عايز يأكل أي حاجة قدامه سواء شخص نائم أو شيطان آخر نائم، بس بشرط واحد فقط، إنه يحافظ على حياته سواء صاحي أو سواء نائم للأبد. ودي الطريقة اللي احنا نتبعها في الحل: Try with smaller numbers, generalize the approach, solve for the higher number. لو افترضت إن أنا عندي شيطان واحد فقط وشخص واحد نائم، إيه اللي هيحصل؟ الشيطان هياكله وينام مكانه للأبد، ومفيش أي حد تاني هيجي ياكله، وبكده هيضمن حياته للأبد. طب لو عندي اتنين شياطين وشخص واحد نائم، إيه اللي هيحصل؟ مفيش أي حاجة هتحصل، هيظل الوضع كما هو، لأن لو أي شيطان منهم أكل الشخص اللي نائم هينام مكانه للأبد، وهيجي الشيطان التاني ياكله، وبكده الشيطان الأخير هيضمن حياته للأبد. فأول شيطان هياكل هيتاكل، وبالتالي هيفضل الوضع كما هو دون أي تغيير. طب لو عندي 3 شياطين وشخص نائم، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن كل واحد من الثلاثة هيجري بسرعة علشان ياكل الشخص اللي نائم علشان ينام مكانه، لأن عارف إن في الحالة ديت هيبقى في شخص نائم أو حاجة أو شيطان نائم وفي اتنين، وفي الحالة دي محدش بياكل. إحنا قلنا لو 2 شياطين وحد نائم مش هيحدش منهم هياكل خالص، لأن أي حد هياكل التاني هياكله مباشرة. فلو أنا عندي 3 شياطين وشخص نائم، التلاتة هيتسابقهم، وأسرع واحد فيهم وأكثرهم قوة وأكثرهم سرعة هو اللي هياكل الشخص اللي نائم، وبعد كده يظل الوضع كما هو عليه، شيطان نائم واتنين موجودين. طب لو أنا عندي 4 شياطين وشخص نائم، إيه اللي هيحصل؟ طبعا مفيش أي حاجة هتحصل، لأن لو أي شيطان من دول أكل الشخص اللي نائم
هنوصل للحالة إن فيها شيطان نائم وفي ثلاثة صحيين، وإحنا عارفين إن لما يبقى في ثلاثة صحيين وواحد نائم، في أسرع واحد فيهم هياكل بسرعة والاتنين التانيين محدش هياكل. فبالتالي الأربعة اللي موجودين لو أي واحد فيهم أكل الشخص اللي نايم عارف إن هو هيتاكل بعدها على طول، ففي الحالة ديت مش هيحصل أي حاجة. وبكده ممكن نكون وصلنا لقاعدة عامة، إن أنا لو أنا عندي شيطان واحد وشخص الشيطان هياكل، لو أنا عندي اتنين شياطين وشخص محدش هياكل، لو عندي تلات شياطين وشخص أسرع شيطان فيهم هياكل، لو عندي أربع شياطين وشخص محدش هياكل. وبكده ممكن أوصل لقاعدة عامة إن لو رقم فردي أسرع شيطان هياكل، لو رقم زوجي محدش هياكل. وبالتالي لو أنا عندي 65 شيطان وشخص واحد نائم، ففي شيطان واحد بس هو اللي هياكل الشخص اللي نائم، وبقية الـ64 شيطان مفيش حد فيهم هيعمل حاجة. شكراً.